نبتدي متابعة الأخبار من الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية. الحقيقة امبارح كان في حادث مؤسف، وهو كان يعني انفجار لصهريج الغاز في مدينة أو في ميناء العقبة. والرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن تعازيه لأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين والشعب الأردني الشقيق في ضحايا حادث انفجار صهريج الغاز في ميناء العقبة، داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جنات ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وينعم على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. والحقيقة كمان بحسب المتحدث باسم الحكومة الأردنية أنه وصل عدد الجرحى والمصابين ل251، بينما الضحايا وصل عددهم إلى 10. وده طبعا كان حادث مؤسف جدا، كل التعازي مننا إلى أسر الضحايا وقلوبنا مع الشعب الأردني الشقيق. ده طبعا الانفجار أو الانفجار هذا الصهريج كان محتوي على غاز الكلورين السام، بيسبب حروق كيميائية لكل أنسجة الجهاز التنفسي اللي بيلامسها. لكن الحمد لله وبحسب برضو بيان من الحكومة الأردنية أنه ما فيش أي غازات أو روائح وصلت إلى المدينة من موقع الحادث، فده كان يعني بيان طمأنة أيضا للشعب الأردني ولكل الشعوب العربية اللي أكيد بتهمها سلامة الشعب الأردني الشقيق.